عروس ويعني عندها سي يعني 5 أشهر زواج، نعم وما بعرف حكت لي على التليفون انها بعد السحور يعني بنص ساعه هيك قبل يعني بعد السحور مع بعد ما تسحر وهيك جمعت نعم زوجها، نعم نعم يعني بعد ما شافت الساعه لقتها يعني نص ساعه بعد اذن الفجر. ما بدها تعرف شو الحكم. طيب وهم يدرون يا بنتي ان اذن الفجر يعني يعلمون؟ هم خلص يعني الحقيقه هي قالت لي تسحرنا وخلص رحنا ننام وبعدين هيك ما بعرف كيف صار. طيب المقصود انهم ان كان وقع منهم ذلك وهم يعلمون انه قد دخل وقت الفجر فيلزمهم الكفاره التي ذكرناها مرارا، كفاره الوطء في نهار رمضان، وطء الصائم وهو صائم. هم كانوا مسافرين مكان اثناء ذلك؟ لا، كانوا ببيتهم. يعني في بيتهم هم، ليسوا في سفر ولا شيء. ولا شيء. إذا في هذا الحال يلزمهم الكفارة عتق رقبة إذا ما استطاع صيام شهرين متتابعين، إذا ما استطاع فإطعام 60 مسكينا.